فودافون لايف ميوزك بريزنتس المجموعه اللي معانا دلوقتي والفريق اللي معانا دلوقتي. لما ظهر على الستيج من اول ما ظهر لحد ما خلص والناس كانت مش مبطله من كتر ما هم كانوا متحمسين ليهم جدا، لان هم قدموا بجد بيرفورمانس هايل وبيقدموا مزيكا مش مزيكا بيت بوكسنج. اولا هعرف فوكال كيرس، هسيبهم يعرفوا نفسهم وبعد كده هتكلم معاهم في الموضوع. مصطفى محمد صفوت والنيك نيم بتاعي موس. احمد بلال، ستيج نيم بلال. كم سنه؟ 16. I'm 17. واو، انتوا اصغر غالبا باند هنا او اصغر فريق موجود. يس. احساسكم ايه؟ يعني مش مخضوضين؟ لا، انا اتخضيت عن نفسي الاول شويه، كنت مخضوض كده ومقلق شويه وبعديها ظبطت. برضه نفس الحاجه، احنا مع بعض يعني. فوكال كيرس بيقدموا نوعيه يمكن من الموسيقى ناس تعرفها وش از بيت بوكسنج، ناس تعرف يعني ايه بيت بوكسنج، لكن برضه في ناس كتير ما تعرفش ايه هو بيت بوكسنج. ايه هو البيت بوكسنج؟ البيت بوكسنج عامة بنبقى بنعمل مزيكا بالبيز والسنير والكيك والدرامز مثلا وحاجات كتيرة قوي، آلات كتيرة قوي. ممكن في ناس بتعمل فايولين وناس بتعمل فلوت من بقهم، ده كله ده من بقهم. شايفين ان البيت بوكسنج ممكن يبقى ليه جمهور كبير في مصر؟ يعني اللي خلاكم ان انتوا تاخدوا خطوه ان انتوا تبقوا اصلا فريق رسمي بقى وكده، هل شايفين ليه جمهور في مصر؟ هو بص، هو بما ان في مصر ناس قليله قوي بتعمل بيت بوكسنج، واحنا مثلا مش عارف اقول احنا من لا مش من اول الناس، عشان في هاني بيعمل بيت بوكسنج بتاع وسط البلد، احنا نعتبر برضو تاني ناس بنعملها، بس المره دي احنا بنعملها بس من غير اي حد تاني، من غير انسترومنتس، من غير اي حاجه. يعني احنا طالعين احنا الاثنين باسمنا فوكال كيرس بس فالناس المفروض يعني بتشدهم الحاجات اللي احنا بنعملها بتشدهم. ايه اللي خلاكم تفكروا تشاركوا اصلا في اس او اس؟ هو انا اول مره جيت اس او اس طلعت مع وسط البلد وقلت لبلال عليها وكده وعجبته قوي، وبعديها احنا كان طلعت معاهم في على ستيج. على الستيج وعملت معاهم بيت بوكسنج وبعديها، بس الحظ كان بلال ما جاش يوميها، فبس انا طلعت لوحدي بس. فكلمت بلال على طول لما قلت له احنا طلعنا وكده، وقال لي فكره حلوه ونبقى نطلع بقى الاس او اس الجاي. قلنا كده يعني بنهزر مع بعض، وبعديها بقى طلع المانجر بتاعتنا فعلا ظبطت الحوار ده مع اوسو والاورجنايزرز كلهم وكده، واديت لهم الحاجه يعني اديت لهم الصور بتاعتنا وحاجاتنا اللي احنا عملناها، عجبتهم بقى وطلبونا قالوا لنا عايزينكم تيجوا كده. كان حلو قوي. النهارده بقى الاكسبيرينس كانت عامله ازاي؟ ايه رايكم في اللي حصل؟ اولا هل انتوا تعرضتوا لجمهور كبير بالحجم ده قبل كده؟ مش قوي كده، بس يعني قدام 600 واحد مثلا في الساقيه. لا في الساقيه مع باد ابل بس. فاحنا كانت اكبر مره يعني. بس احنا في الاول طبعا كنا خايفين يعني مش عارفين الرياكشن بتاع الناس، بس اول ما دخلنا وعملت اصوات كده الناس بدات بقى تشجع فخلاص. Thank you.
trance. Like, check out our trance. مثلا يعني جود لك، وفعلا بجد انا مش بقول كده عشان خاطر اقول كده، بس انتوا فعلا الناس كانت فعلا متحمسه جدا معاكم، وعملتوا برفورمنس هايل، واصغر مجموعه في الموضوع في اس او اس، اصغر مشاركين في الاس او اس. عايزين بقى يعني اي حاجه كده ميكس برضو بسرعه، يعني اي حاجه تيجي على دماغكم بسرعه. Ladies and gentlemen, this is Volkers a la Mazika TV. Part of the SOS. Part of the SOS concert. Witness the music revolution. Mazika TV. Everyone. Dude, I'm just a bachelor. Dude, I'm looking for a partner. Dude, put your hands together for me now. No one's out of breath. Dude, regret even falling. No, no, dude, can I be compatible with all these? Push me to my limits. Dude, girl, wanna break you with all these? Promise you won't wanna cut off if you want it. Let's do this. Ride it. My pony, beat my pedals, waiting, please. So come and jump on it. Thank you. Yeah. Thank you, people.